الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الدروس السابقة بعض لي شوز اللي كيتعلقوا بلا بروغراماسيون اورينتي اون جي. غادي نشوفوا في هذا الدرس هذا واحد البرانسيب تاع البروغراماسيون اورينتي اوبجي اللي كيتسمى بلونكابسولاسيون، كيتسمى بلونكابسولاسيون. طيب هنا ديكلارينا هذا الاوبجي اس ان، هذا الاوبجي من الكلاس ستاجير، ولاحظنا انه اون فوا ديكلارت هذا اس ان ولا عندي لو دغوا باش ناكسيدي، باش ناكسيدي لو نو اون اكسيدي لو برينو عن طريق لو مو عن طريق بوان. درت سميت الكلاس بوان نو بوان برينو، وهاد الكتابه كتكون صحيحه في حاله وحده هي انني كنجي كنزيد هنا بيبليك. طيب هاد لونكابسولاسيون المضمون تاعها ولا كتقول ان لي زاتريبي نتاع لوبجي، لي زاتريبي نتاع لوبجي كندير لهم واحد لونكابسولاسيون، لونكابسولاسيون بحال التغليف او لا كندير واحد الجوا بهذا الشكل بحيث دوك لي زاتريبي ما يكونش عندي لاكسي لهم ديريكت. الا بغيت مثلا اكسيدي لواحد لاتريبي سواء كان لو نو ولا البرين ولا لاج ولا اي اتريبي ما باقيش كندير لهم لي بوان. اش كندير؟ كندير كندوز عن طريق واحد دي ميثود، كان اكسيدي دوك لي زاتريبي عن طريق دي ميثود. اذا هذا هو البرانسيب تاع لا بروغراماسيون، وهنا كتبان الاهميه تاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. ما باقيش كيكون عندي لي زاكسي ديريكت، سولمو خصني نقاد واحد لي ميثود اللي كيعطيوني لي زاكسي لي زاتريبي. طيب اذا هنا لونكابسولاسيون هاد الموكلي اللي تيكون في الاول هو اللي عنده علاقه بلونكابسولاسيون. ندير مثلا كاين بيبليك كاين بريفي كاين بروتيكتد. بالنسبه للبيبليك اش كنقص اش كتعني؟ كتعني ان هاد لاتريبي كاين عنده كيكون عندي لاكسي ديريكت لهاد لاتريبي، بمعنى هاد لاتريبي كيكون عندي لي لاكسي ديريكت داخل الكلاس وخارج الكلاس. اش كنقصد بداخل الكلاس؟ بمعنى هاد لي ميثود اللي تيكون هنا كيكون عندي الحق نستخدم داك لي دوك لي زاتريبي ديريكت بحال هنا مي بوان نو، بمعنى ما كباقيش كندوز عن طريق دي ميثود. بينما هنا كذلك كندير اس ان بوان سميت لاتريبي. اذا هنا عندي لاكسي، عندي لاكسي باش ناكسيزي هاد الفاريابل. على باش عرفت عندي لاكسي لاحظنا هنا موديفيت لي موديفيت لداك هاد ستاجير اس ان موديفيت لي لونو بخينو عن طريق موكلي بوان. طيب كاين موكلي تاني اللي هو بريفيت. بريفيت اش كتقصد هاد بريفيت؟ بريفيت كتقصد لي ان هاد لي زاتريبي ما كيكونش عندي ليهم لاكسي خارج الكلاس. اذا هنا فاش دات مي بوان نوم مي بوان بخينو مقبوله، ولكن خارج الكلاس او لا فاش كنديكلار واحد الاوبجي خارج الكلاس ما كيكونش عندي لاكسي دوك لي زاتريبي. لاحظنا هنا اون فوا هاد لو نو بخينو مابقاش عندي ليهم لاكسي. دابا لاحظنا اون فوا رديتهم بيبليك البريفي طلع لي واحد لير افيشي لي واحد الميساج ستاجير بوان نو ني با اكسيسيبل دون سو كونتكست كار اي لي بريفي. اذا هاد لاتريبي هذا ما غاديش يكون عندي ليه لاكسي حد بريفي. نجي لهنا مثلا لاحظنا لو نو بخينو مجوج سطر عليهم حد ما عنديش ني با اكسيسيبل، ما عنديش لو دغوا حد بريفي، بمعنى انه مختص بهاد الكلاس. اذا منين كنردهم بريفي كاين واحد لا نوسيون كتسمى بالكيترز والسيترز، كيترز والسيترز اولا لي زاكسيسور والموديفير اولا الميتاتور. هادو عباره على دي ميثود هما اللي كيعطيوني لاكسي لي زاتريبي، هما اللي كيعطيوني لاكسي زاتريبي. نفترضوا مثلا بيكون عندي لاكسي لو نو، اش غادي ندير؟ مثلا الكيترز اي سيترز بهذا الشكل. مثلا بغيت ندير واحد الفونكسيون كتريكوبيري ليا لا فالور لو نو، لا فالور لو نو، لعندنا كتريكوبيري لا فالور. هنا بكل بساطه غادي ندير بيبليك وغادي ندير صاب بيبليك انا بغيت نريكوبيري لو نو. اذا غادي ندير فونكسيون كتريتورني داك لو نو بكل بساطه. فونكسيون نسميها مثلا غالبا جيت نو، غادي نسميها تحت جيت ثم سميت لاتريبي از لو تيب دو روتور تيكون تيب تاع لاتريبي اللي هو سترينغ. سترينغ بهذا الشكل. وهاد الفونكسيون اش كتريتورني ليها؟ ريتورن بهذا الشكل. اذا هادي كتسمى بجيت جيترز، هادي جيت انا اجي تحت جيت اخرى خاصه بالبخينو، هادي جيت اخرى خاصه لو بخينو لا ميم شوز. جيت هاد المره مابقاش غادي جيت نو انما جيت بخينو، ثم غادي اجوت هنا بخينو بهذا الشكل.
Fond. Prime. إذا هادو فونكسيون غادي كترتورني لو نو وغادي كترتورني لي بريم. إذا دابا انت لاقم هاد الفونكسيون كيمكن يكون عندي لو دو باش نعزل لي فالور تاعهم. بينما في الحالة اللي كنت بغيت نموديفي على لو نو بريم كان اجوتي مثلا بالستترز أو لا الموديفير. هادو عبارة على دي فونكسيون. لي جيترز عبارة على فونكسيون. علاش؟ حيت كي روتورني هاد لي فالور نتاع لي زاتريبي. بينما سيترز او لا الموديفير او الميتاتور هما اللي كيمكنوني باش كان موديفي. دونك غادي يكونوا بروسيدور بيبليك بيبليك صاب تبدا بالموكلي سيت مو وكندخل في البارامتر هادي كنزيد ما فيهاش بارامتر فيها فالور كانت نتاع لو روتورن هادي العكس كندخل في البارامتر نعطي مثلا جيت سيت نو غادي ندخل على الفاريابل نسميها ثم غادي ندير فوسط الفونكسيون مي انا لو نعطي مثلا تيب تاع سترينغ string انا مي بوان نو نفس الفكره نتاع اللي كنا شفنا في الكونستريكتور كنهز الفالور اللي في البارامتر وكنحطها في وسط الاوبجي لا ميم شوز انا كندير مي بوان نو كتساوي نو عفوا كتساوي بوان نو داك لو نو اللي جي في البارامتر لا ميم شوز بالنسبه ل لا ميم شوز بالنسبه للبريمون جيت غادي نجي نحط كذلك بريمون هنا واحد القضيه اخرى هاد هاد الفاريابل اللي كاين في وسط البارامتر ماشي بالضروره يكون كيحتوي او لا يكون ليه نفس السميه تاع هاد لونو نقدر نجي ندير بخينو نقدر نجي ندير بي ندير غير بي ماشي بالضروره كيما تاع بخينو. طيب اذا هنا قالت لنا مثلا بالكيترز والسيترز نجي مثلا للكلاس لاحظنا هنا شنو بيت نموديفي على لونو على لونو اذا هاد لاتريبي مابقاش هاد لاتريبي مابقاش عندي لي دوغا باش ندير هاد الكتابه بهذا الشكل ولكن غادي نمشي لواحد الميثود هي اللي غادي تموديفي لي على هاد لو نون تاعو انا لاحظنا ما غيرتش غادي نمشي لاحظنا سيت نو ثم في البارامتر غادي نعطي هاد الشين دو كاركتير لاحظنا ولا عندي لو نون دابا هاد لي هاد الكتابه اللي درت انا كنت نديرها في حاله بريفي وديك الكتابه اللي كنا درنا اللي باقي لي ثاني هادي كنديرها في حاله تاع بيبليك و دائما خص لي زاتريبي يكونوا بيبليك باش نستثمروا هاد لي فور تاع بي او او لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. طيب نزيد واحد لو تيست بعد ما موديفينا لاحظنا افيش عليا لي زانفورماسيون لي نتوقع. طيب باش ندير واحد لافيشاج اخر مثلا عن طريق هاد الجيت عن طريق الجيترز اس ان بوان جيت نو ثم اس ان و جيت خانو بهذا الشكل. اذا انا استثمرت الجيترز ونزيد ونيكزكوتي باش نافيشي لو بروجي بهذا الشكل لحظة افيشي لي زانفورماسيون. اذا حتى لهنا استثمرنا وشفنا ليتيليتي نتاع البوليمور نتاع عفوا لونكابسيلاسيون. اذا باختصار وبايجاز لونكابسيلاسيون هما قلنا اللي كيعطوني لو دغوا لهاد لاتريبي اما ردو اكسيسيبل باغ تو لي كلاس او تو لي باج او لا او لا عندو لاكسي غير في وسط الكلاس اللي هي بريفي. وكاين نوع اخر اللي هو ما يسمى بروتيكتد. هاد النوع هذا غادي نشوفوه منين غادي نشوفو لا بارتي اللي متعلقه بلي غيطاج. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.